الجماعة ضافوا شوت. شكرا لأبو عبد الله على هذا الدعم الممتاز وعلى التسهيل عندما شاهد الأشواط مكتظة أمر بشوط إضافي. إذن أيها الأخوة الكرام انطلق هذا الشوط على بركة الله، وهذا هو الشوط الرابع في المجموعة الثالث للكار. نذهب مباشرة إلى المقدمة، مقدمة الشوط والمركز الأول. المركز الأول شاهين، وتعود ملكية شاهين، عائدة ملكية شاهين الكش جابر بن حمد بن مسعود المري يحتل مقدمة الشوط مع شاهين. يلي شاهين في المركز الثاني مبعد لحمد بن سويدان المري، ولكن دخول من قبل الحنيش لعبد الله بن راشد بن مانع المري، ولكن الله يا شاهين لجابر بن حمد بن مسعود المري. الله الشوط يبدو ان الشوط شاهين من خلال انطلاقة شاهين، واقول شاهين لان شاهين اليوم اعجبني ما شاء الله، اعجبني بهذه الانطلاقة الممتازة. روح يا بن مسعود عوايدك، والله يا بن مسعود عوايدك يا جابر بن حمد بن مسعود. ينطلق ايها الاخوة الكرام، الله بدون اوامر، بدون اي تعليمات وبدون اي اوامره فقط من خلال الجهاز اللاسلكي. ما دارت عصا شاهين. يا سلام، الله يا بن مسعود، تهانينا من هذا المكان لمالك شاهين جابر بن حمد بن مسعود المري على هذا الفوز المستحق. وايضا قام راس وانهراس ولم ياتيه اي مضايقات، تهانينا والناموس. المركز الثاني مبعد حمد بن سويدان المري. المركز الثالث سيد محمد بن جابر بن فاران. المركز الرابع الحنيش لعبد الله بن راشد بن مانع المري. هذه النتيجة أيها الأخوة للمراكز المتقدمة. التوقيت الزمني لشاهين دقيقة 53 ثانية وعشر أجزاء من الثانية. شكرا يا أبو حسين على التواصل الممتاز، وأشكر أيضا المصور محمد الحسن على أيضا الإبداع في هذا اليوم من خلال التركيز على المراكز المتقدمة. إذن أيها الأخوة الكرام